نناشد سيد وزير الداخلية، تهضر بالديمقراطية، تهضر بالتعددية، تهضر بالقاعدة، فنحن أبناء هذه القاعدة. تفتحوا الباب أمام أبناء الشهداء وتحلوا المشاكل أبناء الشهداء، اللهم بارك، نخدموا مع بعضنا بعض ونقدموا أنفسنا ضحية لهذا الوطن. ولكن الآن إذا تضربوا أبناء الشهداء، تقسموا أبناء الشهداء، وتركتوا أبناء الشهداء وقاعدين في البيروات وتقولوا أبناء الشهداء مشاكل داخلية، نحن أبناء الشهداء رجل واحد من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب. رجوعنا للتنسيقية لتوحيد صفوف وشمل أبناء الشهداء من أجل الجزائر. أنا نحيي من هذا المنبر المؤسسة دع الجيش، نحييها على الموقف، نحييها على الموقف اللي كان سرح به وزير الدفاع بالنيابة، اللي قال السياسيين الله يسهل عليكم ديروا السياسة ولكن ما تقحموش الجيش في السياسة، فهو مشكور ألف شكر. لأن علاش احنا ننتميو لهذه المؤسسة؟ احنا أبناء الشهداء، والدينا ماتوا من أجل الجزائر ومن أجل الجيش ومن أجل الشعب الجزائري. احنا ننتميو لهذه المؤسسة، وهذه المؤسسة الوحيدة اللي تحمينا من هذه المافيا وهذه مصاصين الدم وهذه الحقارين. هذه المؤسسة تاع الجيش هي اللي راح تحمينا، ما كاش وقت اخر اللي يحمينا، ما كاش، ما يكذبوا عليكم حتى واحد.